مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. رئيس الجمهورية يترأس الجلسة 14 لمجلس الوزراء. ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى 123,000 شخص. أهلا بكم. برعاية رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي، عقد مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 من أكتوبر الجاري في أروقة القصر الرئاسي جلسته 14 لعام 2023. وخلال الجلسة ناقش الوزراء على 6 مشاريع قانونية وصادقوا عليها. وكالمعتاد علق معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمد علي يوسف على أبرز ما جاء في هذه الجلسة. نتابع. الرحمن الرحيم. sous la présidence du chef de l'État, son excellence M. Ismaïl Omar Guelle, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 10. المسألة الأولى، مشروع القانون يتعلق بانضمام جمهورية جيبوتي لاتفاقية متعلق بحماية المنتجات الزراعية وضمان للمستهلك بأن هذه المنتجات تحترم طرف الإنتاج محددة والحفاظ على العلاقة القوية مع مصدر الإنتاجها. وتعد هذه الاتفاقية مصلحة كبيرة لبلادنا والتي تتمتع بالعديد من المنتجات الزراعية والحرفية، كما تقدم مميزات في المجال حماية المؤشرات الجغرافية والحفاظ على سمعة وجودة. المسألة الثانية، مشروع القانون يتعلق بتمني الحسابات المالية للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2022. وتوقفت هذه الحسابات المالية للعام 2022 في الإنتاج إلى أكثر من 258 مليون فرنك وفي التكلفة أيضا. وشهدت المنتجات انخفاض ضفيف بأكثر من 29.4 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام 2021، وذلك بسبب انخفاض التبرعات. هذا وقد قامت الوكالة خلال عام 2022 بإنجاز مشروعات تسجيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة غير قادرين من التحرك في العاصمة جيبوتي والمناطق الداخلية، وإقامة الدراسة حول أثر كوفيد-19 لدى أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع مركز جراحة العظام وإعادة التأهيل، حيث أدت هذه الأنشطة إلى تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص ومشاركتهم في الحياة اليومية وإدماجهم في المجتمع. وفي عام 2021 قام المعهد العالي للعلوم والصحة بتنفيذ إصلاح المهن شبه الطبية والاجتماعية بغية تلبية المعايير الدولية وتعزيز الموارد البشرية للنظام الصحي وتقديم للخريجين منحة لمواصلة دراستهم. هذا وخلال هذا العام حصل 120 طالب شهاداتهم في عام 2021 في مختلف القطاعات ممرضين وقابلات وممرضات تقدير. المسألة الرابعة، مشروع القانون يتعلق بمصادقة على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للطرق للعام 2022، حيث توقفت هذه الحسابات في الإنتاج إلى أكثر من مليار وفي التكلفة أيضا. وشهدت المنتجات ارتفاعا بحوالي 3% ما بين عام 2021-2022، حيث وصلت إلى 1.4 مليار فرنك، وفي عام 2021 1.8 مليار فرنك في عام 2022. هذا وقد أنجزت الوكالة في عام 2022 عملا في إطار برنامجها السنوي في صيانة الطرق وطرق الحضرية بغية الحفاظ على الطرق في العاصمة، كما قامت بإعادة تأهيل أنشطة في البلديات الثلاثة لحسابات المؤسسات العامة أمثال DRCR في بعض الأماكن. المسألة الخامسة، مشروع المرسوم يتعلق بإعادة التجديد أعطاء المجلس الإداري للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية. المسألة السادسة، تم تعيين سيدة روضة أحمد دعالي مستشارة فنية للوزارة التجارة والسياحة، وتم تعيين السيدة مدينة أبو حموصة مديرة لشؤون المالية
للوزارة الداخلية، وأخبر السيدة نعمة حسن علو تم تعيينها مديرة للمشاريع بالإنابة، وذلك في وزارة الزراعة. كما تم تعيين عوالي جامع أحمد مستشارا فنيا، وأيضا سيدة رقية حسن الشيخ تم تعيينها مديرة للمشاريع المجتمعية والشباب وتطويرها في وزارة الثقافة. أما سيد محمد إسماعيل جيلي تم تعيينه مديرا للخطة ودراسة المشاريع وإجازتها في البنيات التحتية. أما سيد إسماعيل عثمان أحمد تم تعيينه مديرا لدراسة المشاريع الشباب، وسيد سليمان حمد عبدي تم تعيينه مدير الأقاليم، وذلك في وزارة الثقافة والشباب. استقبل وزير التجارة والسياحة السيد محمد ورسما ديريا يوم أمس الاثنين في مكتبه بالوزارة المنسق الإقليمي لشركة ترود مارك في جيبوتي، ويندرج هذا اللقاء في إطار مبادرة القرن الأفريقي للتكامل الإقليمي، حيث استفادت جيبوتي بدعم من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ أنشطة وأهداف تتعلق بالتكامل الإقليمي والتسهيل التجاري عبر شركة ترود مارك المتخصصة في تنفيذ برامج تيسير التجارة. وتندرج هذه المبادرة في إطار مساعي وزارة التجارة والسياحة الرامية إلى تعزيز الاندماج التجاري والاقتصادي بين البلدان. انطلقت أمس الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وسبل التخفيف من آثارها. وكان من بين المشاركين وفد جيبوتي رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد إلياس موسى الدوالي. هذا وقدم الوزير إلياس موسى الدوالي برفقة وزير الميزانية ومحافظ البنك المركزي تحليلا مفصلا للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في جيبوتي، وسلطوا الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها تأثير على الاقتصاد البلاد. وأعرب مدير صندوق النقد الدولي في كلمته عن ارتياحه للإصلاحات التي قامت بها جيبوتي، وأشاد بشكل خاص بالجهود الجديرة بالثناء الرامية إلى تعزيز المالية العامة للبلاد. وفي شأن محلي آخر وتحديدا فيما يتعلق بالأخبار الوطنية، هذا وتقوم أو في إطار مشروع تعزيز فرص التدريس والتعلم، هذا وانطلقت يوم أمس في مدينة مراكش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار مشروع تعزيز فرص التدريس والتعلم ومراجعة أدوات مراقبة الصف من خلال مراجعة المناهج الدراسية ومعايير تم إيلاء الاهتمام على المهارات المعلمين وتكييف أدوات المراقبة الصفية مع معايير ومهارات المعلمين الجديدة. وتحقيقا لهذه القاية التشاركية شارك مجموعة من المدربين والمفتشين والمستشارين التربويين في ورشة تدريبية، وترأس الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الافتتاح الرسمي للورشة إلى جانب المفتش العام والمدير العام للمركز عمر جيلي لتأهيل المعلمي المرحلة الأساسية. وتركز الورشة على استخدام آدات التي تسمح بإشراف أفضل على المعلمين لمساعدتهم على تحسين ممارستهم الصفية. ويقوم بتنشيط الورشة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خبيرة من البنك الدولي، وتجر إشارة إلى أنه تم تحديد مهارات التدريب التربوي من بين تلك التي طورتها أدات التحكيم على أساس الملاحظات الصفية وجمع البيانات التي تم إجراؤها في الفترة من شهر مارس وأبريل من العام الجاري على عينة تمثيلية مكونة من 822 معلما من المؤسسات التعليمية من العاصمة وفي المناطق الداخلية الخمسة، ولا سيما في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي والمتوسط.
نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة صباح اليوم في المعهد الفرنسي بجيبوتي ورشة عمل تشاورية حول البرنامج الدولي للإنسان والمحيط الحيوي لمنظمة اليونسكو. وتترجم هذه المبادرة في إطار رغبة الحكومة الراسخة في أن تكون جزءا من برنامج الدولي للإنسان والمحيط التابع لليونسكو. وتضم هذه البرامج شبكة عالمية للمحميات المحيط الحيوي المكون من 738 محمية في 104 دولة. ويأتي هذا الحدث بعد التوقيع على بيان صحفي مشترك بين الحكومة واليونسكو بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس الدولة السيد إسماعيل عمر جيلي إلى مقرها هذه المؤسسة في أكتوبر عام 2009. ومن ذلك الحين اتفقت جيبوتي واليونسكو على توحيد جهودها لتعزيز علاقات الشراكة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته. وقام السيد علوان محمد علي بتقييم هذا الاجتماع مؤكدا أيضا على أهمية الورشة التي تهدف إلى في المقام الأول إلى تعزيز الثروة البيولوجية بالنسبة للجهات الفاعلة والرئيسية. قام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة إلى منطقة عرتا، وذلك في إطار جولة إقليمية يقوم بها إلى المناطق الداخلية. وتكتسي هذه الزيارة أهمية كبيرة لكونها تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والتعاون الوثيق مع السلطات المحلية وضرورة تحقيق أهداف اللجنة. وخلال هذه المناسبة قام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشين مكتبا فرعيا تابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. تواصل الأمانة التنفيذية للإصلاح الإداري جولتها في الأقاليم الداخلية الخمسة، وفي هذا السدد توجه فريق من وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية بقيادة الأمين التنفيذي المكلف بالإصلاح الإداري إلى منطقة تجورة في شمال البلاد لتنظيم ورشة عمل توعوية حول مكتسبات وآفاق الإصلاح الإداري. ويتألف هذا الفريق من الأمين التنفيذي للإصلاح الإداري بالإضافة إلى كوادر رفيعة المستوى من وزارة اللامركزية والمعهد الوطني للتدريب. هذا وقدم الأمين التنفيذي المكلف بالإصلاح الإداري الأهداف المرتقبة من هذا الحدث المهم، وجمعت هذه الورشة الجهات الفاعلة الرئيسة في المنطقة ولا سيما ممثلين من المجلس الإقليمي والحاكمية وموظفي الدولة وممثلي الأقسام اللامركزية والمجتمع المدني. هذا وسيتم تقديم هذه المناقشات القيمة خلال المؤتمر الوطني حول الإصلاح الإداري المقرر عقده في الأشهر المقبلة في جيبوتي. نفذت عناصر الدرك المتنقلة المتمركزة بنقطة كيلو 9 بقيادة الملازم الأول في منطقة تجورة أول عملية للقبض على المهاجرين غير الشرعيين على الممر رقم 9. وبعد عملية الاعتقال تمت إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم على متن العبارة، وعددهم 413 فردا من بينهم 164 امرأة و249 رجلا جميعهم من إثيوبيا. وأشرف على هذه العملية والي منطقة السيد محمد عباس. ويذكر أن هذه الخطوة تم تنفيذها في ثلاث أماكن تم تحديدها سابقا كنقاط التجمع لهؤلاء المهاجرين من إثيوبيا. ونظرا للأعداد الكبيرة فإن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لهم تأثير سلبي على المجتمع والأمن للمنطقة. تتواصل الاشتباكات في مواقع وبلدات إسرائيلية في رابع يوم على عملية الطوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل. وبينما وصل عدد القتلى الإسرائيليين أكثر من 900 قتيل، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 704 بينهم 140 طفلا. ويذكر أن القناة الثانية عشر الإسرائيلية أعلنت مساء أمس الاثنين نقلا عن وزارة الصحة عن ارتفاع عدد القتلى في أكثر من 900 وجرحى إلى أكثر من 2000 مصاب.
وجاء ذلك في اتصال وهو تجر إشارة عفر إلى أن جيبوتي المعروفة بدعمها للنضال للشعب الفلسطيني كانت قد حملت إسرائيل المسؤولية عن التصعيد المستمر جراء انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بشعب الإسرائيلي. وكما أكدت جيبوتي مجددا موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته وحصوله على كافة حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية. دوليا قضي أو قطع 27 شخصا على الأقل في انزلاق تربة إثر هطول أمطار قذرة في أمس في يوندي عاصمة كاميرون وفق حصيلة مؤقتة أعلنها مسؤول في أجهزة الإطفاء. نتابع. 20 شخصا على الأقل في انزلاق تربة إثر هطول أمطار قذرة مساء أول أمس الأحد في يوندي عاصمة الكاميرون وفق حصيلة مؤقتة أعلنها مسؤول في أجهزة الإطفاء أمس. ووفق وسائل إعلام محلية فإن الكارثة وقعت في حي مابان كولو عند أطراف شمال غربي يوندي إثر انهيار سد يحبس مياه بحيرة استراعية أقيمت في المرتفعات، وأشارت إلى حدوث انهيار للتربة إثر أمطار غزيرة وجلفت المياه كل شيء في طريقها ما أسفر عن مصرع 27 شخصا. وبث التلفزيون المحلي مشاهد تظهر صفحة تلة منهارا بالكامل وما تبقى من منازل مشيدة بالخشب والطوب والصفائح المعدنية، وغالبا ما تنهار أجزاء كاملة من التربة خلال موسم الأمطار في ياوندي جارفة منازل مشيدة بمواد هشة أحيانا على سفوح التلال. وقال مساعد قائد فرق الإطفاء الوطنية: انتشلنا عددا من الجثث ونواصل عمليات البحث. وبعد قليل أعلن وزير إدارة المناطق بول أتانجا ارتفاع عدد القتلى إلى 27 شخصا. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية نشرة، وشكرا على حسن إصغائي والمتابعة.